بعد الفيديو ده انسي خالص ان الكيكة ممكن تفشل معاكي تاني. انا جايبه لك كل اسرار الكيكة اللي كلنا بنحلم بيها. كلنا طبعا بنحلم نعمل الكيكة الهشة الاسفنجية القطنية اللي هي كده بتدوب في البق دوبان، وطبعا كلنا بنتمنى انها تنجح معانا من اول مرة. علشان كده انا جايبه لك النهاردة كل المعلومات وكل الخطوات اللي هتعمليها خطوة خطوة معايا، وبجد النتيجة مضمونة 1000000%. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا بتمنى تدعموني بلايكات كتير للفيديو علشان برضو كل اصحابنا وحبايبنا الكيكة ما تفشلش معاهم تاني ابدا. اول مكون معانا النهاردة هو كوباية من الحليب، وخلينا متفقين ان احنا هنستخدم الكوباية دي هي في كل المكونات. هجيب كوباية الحليب وهحطها كده في طاسة، وبعدين هجيب نص كوباية سمنة وهضيفها على الحليب. ولاحظوا ان احنا مستخدمين نفس الكوباية هي في كل المكونات، انا بأكد عليكم. يبقى هنا ضفنا كوباية حليب عليها نص كوباية من السمنة، وهاخد الطاسة دي وهرفعها على النار لغاية ما توصل لمرحلة الغليان. في الوقت ده انا هجيب باقي المكونات اللي هستخدمها في الكيكة. جبت طبق وحطيت فيه كوبايتين من الدقيق ونخلتهم مرتين قبل ما استخدمهم. ضفت عليهم ملعقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر اللي هو خميرة الحلويات. هضيف عليهم ذرة ملح وهقلبهم كويس كده مع بعض علشان المكونات تندمج مع بعضها، وهركنهم برضو دلوقتي على جنب لغاية ما يجي دورهم. هجيب الطبق اللي انا هشتغل فيه الكيكة بتاعتي النهاردة، ضفت فيه 4 حبات من البيض. طبعا البيض لازم يكون في درجة حرارة المطبخ، مينفعش نستخدمه من التلاجة. ضفت عليه 2 باكت من الفانيليا. هنضرب البيض ده كويس جدا بالمضرب، او ممكن نستخدم الخلاط على فكرة. بضربه كويس لغاية ما يتضاعف حجمه ويفتح لونه. دلوقتي انا جبت كوباية مليانة من السكر وهضيفها بالتدريج كده وانا مشغلة المضرب علشان ما خرجش الهواء اللي انا دخلته في البيض. طبعا هي نفس الكوباية برضو زي ما اتفقنا، واستخدموا سكر لونه فاتح علشان الكيكة يبقى لونها فاتح معاك، وعلشان الناس اللي بيسألوني ليه الكيكة لونها بيكون فاتح عندك. بضربهم كويس مع بعض لغاية ما القوام يبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنا جبت نص كوباية من الزيت، واختاروا زيت تكون جودته كويسة عشان طعم الكيكة برضو يبقى حلو. بضيف الزيت زي ما انتوا شايفين كده خيط رفيع وانا مشغلة المضرب. برضو لو هنستخدم الخلاط هنعمل نفس الوضع، هنضرب بالبيض الاول وبعدين هنضيف السكر وبعدين بنضيف الزيت برضو سرسوب كده رفيع. بعدين هنجيب المكونات بقى الجافة. انا بشغل المضرب على اول سرعة اللي هي السرعة البطيئة جدا جدا، وممكن برضو تستخدموا المضرب السلك اللي هو المضرب اليدوي في الخطوة دي. بضيف الدقيق اللي عليه البيكنج باودر وذرة الملح بالتدريج، يعني ملعقة ملعقة كده واحنا مشغلين المضرب. برضو ما بنضيفش الدقيق مرة واحدة علشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه في المكونات السائلة. تمام كده. طبعا دي كلها خطوات بتؤدي لنجاح الكيكة معاكم، فالتزموا بيها ارجوكوا علشان تطلعوا الكيكة بنفس النتيجة اللي طلعت معايا. كده خلاص انا ضفت كل المكونات الجافة على المكونات السائلة، وطبعا هتلاحظوا ان القوام تقيل جدا جدا، ده مش قوام الكيكة يعني، خلينا بس ماشيين خطوة خطوة. جبت الاسباتيولا ونزلت الحاجات اللي على جنب الطبق عشان كلهم يبقوا مندمجين كويس مع بعض، ميبقاش فيه دقيق كده متكتل. ده القوام اللي احنا وصلنا له. هنا ابتدت بقى السمنة مع الحليب تغلي. في الوقت ده انا هطفي عليها النار طبعا وهاخدها وهي بتغلي كده، ما تقلقوش. بس بننزل بيهم شوية شوية، الاول نزلت بشوية صغيرين خالص وبشغل المضرب على البطيء جدا، وبضيف شوية صغيرين برضو وبشغل المضرب على البطيء. ما بنضيفش المكونات السائلة اللي هي مغلية دي مرة واحدة، لكن بنضيفها بالتدريج برضو علشان الكيكة تطلع هشة معانا وما تطلعش مكبوسة. تمام كده. الطريقة دي يعني احنا النهاردة بنعمل كيكة الحليب الساخن او كيكة الحليب المغلي، لكن ما بنضيفهاش مرة واحدة طبعا المكونات المغلية دي على العجينة. انا بقول لكم الطريقة دي اللي انا عملتها قبل كده وطلع زي الفل، لكن في ناس كتير اشتكت ان هي ما بتظبطش معاهم. علشان كده انا جايبة لكم ابسط طريقة واسهل طريقة هتطلعها معاكم باذن الله ناجحة من اول مرة. كده خلاص بعد ما اندمجت كل المكونات انا ضفت اخر حاجة هنا ملعقة كبيرة من الخل. بعد ما بنضيف ملعقة الخل يا دوب بنشغل المضرب كده ثواني وبعدين بنفصله. بمجرد ما بيختفي الدقيق احنا ما بنشغلش المضرب كتير، شايفين هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، بيكون خفيف بالشكل ده.
الصينية اللي انا هستخدمها النهاردة مقاس 24، دهنتها كويس كده بالسمنة، وبعدين هرش عليها كده رشة بسيطة من الدقيق علشان ابطنها عشان الكيكة ما تلزقش فيها. انا بستخدم النهاردة الصينية بتاعت الاسبونج كيك علشان استغربوش هي عالية كده ليه، عشان الصينية التانية كانت مشغولة في حاجة تانية. المهم بس يعني يفضل ان انتم ما تعملوش الكيكه دي في صواني الاسبونش، يعني الافضل برضو. نزلت كل المكونات في الصينيه وبعدين بهبطها خبطتين كده على الرخامه، وبرضو بنجيب خشبه الشيش طاووق او عيدان الخله دي، وبنعمل دوائر في النص عشان نخرج الهواء اللي في النص عشان ما يبقاش فيها فراغات واسعه، وبعدين بديها برضو خبطتين. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن على اعلى درجه، لكن بمجرد ما بدخل صينيه الكيكه في الفرن بخلي درجه حراره الفرن على 180 او على 170. لو انت الفرن بتاعك سخن جدا ممكن تخليها على 170، لكن الفرن بتاعتك لو حرارته مش عاليه قوي ممكن تخليها على 180. بخلي الكيكة على أعلى رف في الفرن علشان ما تتلسعش من تحت وتستوي براحتها. الكيكة بتاخد معانا في الفرن من 35 لخمسة واربعين دقيقة على حسب ارتفاع الكيكة عندك، يعني الصينية كل ما بتكون أوسع بتقللي من وقت التسوية بتاعت الكيكة. زي ما انتوا شايفين الكيكة بمجرد ما بتاخد لون جميل كده في الجناب وحط فيها عيدان الخلة مثلا اختبرها في النص او بالسكينة ولاقيها ما بتخرجش بالعجين واستوت، بولع عليها الشواية علشان تاخد اللون الجميل اللي من فوق ده. يعني انا ولعت الشواية يدوب دقيقتين. بعد ما بتاخد اللون الجميل ده انا بطفي الشوايه وبطفي الفرن وبخليها جوه الفرن وباب الفرن مفتوح حوالي 10 دقايق، وبعدين بطلعها بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش لازقه في الصينيه علشان رشينا فيها رشه الدقيق. كمان عايزه اقول لكم حاجه، لما بتخرج من الفرن ما تقطعوهاش وهي سخنه علشان ما تفرودش معاكم او تتفتفت. يعني انا غطيتها كده بفوطه، بس ما تخلوش الفوطه طبعا تلامس سطح الكيكه علشان ما تلزقش فيها، لان هي بتكون لسه طبعا لينه وهي خارجه من الفرن. بستنى عليها من 10 دقايق لربع ساعة او نص ساعة لو وقتك يسمح، وبعدين ممكن تقطعيها. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان برضو تطمنوا ان هي من جوه جميلة ومستوية وما فيهاش مسام واسعة، وكمان عاملة زي القطنة. الكيكة بتاعتنا النهاردة بجد يعني تعتبر كيكة مثالية جدا جدا. عايزة اقول لكم بمجرد ما فتحت الفرن وطلعت الكيكة ريحتها كانت رهيبة، وطول فترة التسوية طبعا السمنة مع الحليب يعني غنية عن التعريف، الطعم والريحة بتبقى في حتة تانية خالص. لو انتوا حابين تستبدلوا السمنة بزبدة ما فيش اي مشكلة، هتبقى احلى واحلى. لكن لو حابين تستبدلوا السمنة بالزيت طبعا لا، يعني هي كيكة الحليب السخن بيتحط فيها السمنة المغلية مع الحليب. بصوا بقى انا قطعت معاكم اكتر من قطع علشان تشوفوا قد ايه هي هشة وقطنية وطرية جدا جدا، يعني مهما وصفت لكم قد ايه هي بتدوب في البق دوبان مش هقدر اوفيها حقها. كمان تنفع ممكن على فكرة تزينوها تورتة. لو وصلت لغاية هنا انا بشكركم لانكم بكملين معايا للاخر. اكتبولي بقى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو. بحبكم من كل قلبي.